عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني، معكم أستاذ صفاء أو مس صفاء من قناة يوتيوب. كل بيسمعنا لأول مرة أجي الفيديو ما ينساش يشترك وفعل الجرس. تعبير عن ضعف الشخصية وإنشاء عن ضعف الشخصية. ضعف الشخصية هو عائق كبير يقف أمام تحقيق النجاح في الحياة، فهو عدو النجاح. لمحة بسيطة في حدود سطر ونصف، أضع نقطة في نهاية المقدمة، أترك فراغ في بداية الإنشاء أو التعبير. العادة أترك فراغ أيضا صلب الموضوع. هنتكلم عن ضعف الشخصية. تعريف ضعف الشخصية، صفات أو مميزات الشخص الذي يتصف الشخص الضعيف الشخصية مميزاته، وكمان آثار أو مشاكل يعاني منها شخص ضعيف الشخصية. ضعف الشخصية هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الصفات التي تجعل الفرد غير قادر على التعامل مع المواقف والمشاكل الحياتية بشكل فعال. ويتميز الشخص هنا، تعريف ضعف الشخصية هنا، مميزات الشخص ذو الشخصية الضعيفة بالعديد من الصفات، أهمها عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، ويفضل أن يترك الأمر للآخرين. كذلك التردد والخوف والقلق من الفشل والاعتماد على الآخرين في اتخاذ القرارات، دي كلها مميزاته وحل المشكلات. ويمكن أن يكون ضعف الشخصية ناتجا هنا أسباب ضعف الشخصية ناتجا عن التنشئة الاجتماعية والتجارب السلبية، وإلى جانب العوامل الوراثية. ولقد يؤثر ضعف الشخصية هنا أضراره، يؤثر ضعف الشخصية على حياة الفرد بشكل سلبي، وقد يتسبب في العديد من المشاكل، منها صعوبة تكوين علاقات اجتماعية، وقد يتعرض للتنمر أو الإساءة. وهناك أيضا المشاكل المهنية والنفسية كالاكتئاب والقلق والتوتر. وأخيرا ضعف الشخصية يمكن التغلب عليها حين حلول أو بعض الحلول لحل مشكلة ضعف الشخصية. يمكن التغلب عليه من خلال التركيز على تطوير الثقة بالنفس والمهارات اللازمة للتعامل مع المواقف الحياتية بشكل فعال، من خلال العمل الجاد والالتزام، وبالتالي يتم تحقيق الأهداف والنجاحات في الحياة. وضع نقطة. التعبير يبدأ بفارغة وبياض، ينتهي بنقطة. أترك فراغ في التعبير. بداية المقدمة، بداية العرض، بداية الخاتمة. مقدمة، عرض أو صلب الموضوع، خاتمة. إذا أردتم العناصر أو الأفكار، أنا نقول رقم واحد مقدمة، رقم اثنان تعريف ضعف الشخصية، رقم ثلاثة مميزات الشخص ذو الشخصية الضعيفة، رقم أربعة أسباب ضعف الشخصية، رقم خمسة آثار ضعف الشخصية على حياة الفرد، رقم ستة خاتمة، حلول لمشكلة ضعف الشخصية، ضعف الشخصية عند الإنسان. لو عجبكم فيديو أو استفدت من الفيديو ولو بواحد في المية، لا تبقى علينا باللايك والاشتراك، اتمنى اللايك والاشتراك، كومنت للقناة لنعرف رأيك في الموضوع، وتفعيل الجرس إذا أردت مشاهدة فيديوهات القناة أول بأول. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.